الرحيم، كنا اتكلمنا في السيكل سيل انيميا عن المانيفستيشنز بتاعتها المره اللي فاتت، ووصلنا لغايه الداكتيلايتس. هنتكلم ان شاء الله باذن الله عن تاني حاجه ان شاء الله، اللي هي ايه؟ البين. تمام. البين في السيكل سيل ديزيز هو الكاردينال كلينيكال فيتشر بتاع السيكل سيل ديزيز. تمام. يبقى اهم علامات او العلامه المميزه للسيكل سيل ديزيز هي البين. البين occurs at any part of the body، بس في اماكن مشهوره جدا بيحصل فيها البين. ايه هم؟ التشيست والابدومين والاكستريميتيز. تمام. طيب البينفول ايبيسودز دي ار اوفن بتبقى ابربت ان اونست اند كان كوز ديسربشن اوف ديلي لايف اكتيفيتيز. ما يقدرش الطفل يعمل اي حاجه طول اليوم بتاعه بسبب البين، يعني البين انترفير مع الديلي لايف اكتيفيتي بتاعته. الحاجه الثانيه ان هو بيضايق الطفل وبيضايق الفاميلي وبيعمل لهم ستريس وانكزايتي وليله. بعد كده the only measure for pain، مين هو اللي يقدر كان اكسبريس البين او اقدر من خلاله اعرف السيفيريتي اوف ذا بين؟ التشايلد او البيشنت نوت ذا ماذر هنا المره دي. تمام. the majority of painful episodes can be managed at home via ان احنا نعمل زي ايه؟ زي hot fomentation على مكان البين، نعمل ريلاكسيشن تكنيك، مساج، ندي البين ميديكيشن. تمام. زي اللي زي الاسيتامينوفين والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. The exact etiology of pain is unknown، لكن ال pathogenesis is initiated when ان ال blood flow اللي رايح للمكان اللي يحصل فيه البين يبقى disrupted. يبقى ال blood flow is disrupted in the microvasculature by sickle cells. تمام. sickle cells تعوق عملية ال blood flow اللي رايحة للمكان ده، فبيحصل فيه ischemia للتيشو بتاعته، فبالتالي بيبدأ يحصل البين. ايه ال precipitating factors للبين؟ يعني زي ال physical stress وال infection وال hypoxia dehydration. اي ستريس وقع على الطفل سواء اذا كان mental physical stress او حتى exposure to cold او swimming for في pool for long period، كل ده يدخل الطفل في ايه؟ في بين اتاكس. تمام. طيب management of pain use of acetaminophen او non steroidal anti inflammatory drugs early in the يعني course of pain. الحاجه الثانيه يوز اوف acetaminophen بعد كده with كوداين او اشورت او لونج اكتنج اورال اوبيويد. احنا بندي الاسيتامينوفين او حاجه من النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. ان بي اللي جاي دلوقتي غالبا مبني على دراسات. تمام. بيقول لك ان الهيدروكسي يوريا اميلو سبريسيف ايجنت از ذا اونلي افكتيف دراج بروفد تو ديكريز ايه؟ فريكوينسي اوف بينفول ايبيسودز. الهيدروكسي يوريا، الهيدروكسي يوريا واز فاوند تو بيقلل الريت بتاع البينفول ايبيسودز في 50% من الحالات، كذلك بيقلل الريت اوف اكيوت تشيست سندروم ايبيسودز في 50% وبيقلل معدل البلاد ترانسفيوجن في 50% من الحالات. ده الهيدروكسيوريا. تمام. طيب الهيدروكسيوريا برضو was safe and well tolerated في الاطفال الاكتر من 5 سنين. مفيش clinical adverse events were identified. ان بي ذا برايمري توكسيسيتيز وير ليميتد تو مايلو سبريشن ذات ريفيرزد ايه ابون. خلاص. يبقى الهيدروكسيوريا هو الاونلي افكتيف دراج اللي وجدوه ان هو بيقلل الفريكوانسي اوف بينفول ابيسودز، وكذلك بيقلل معدل حدوث الاكيوت شيست سندروم والبلاد ترانسفيوجن في 50% من الحالات. هو سيف ويل توليريتد في الاطفال اكتر من كام؟ من 5 سنين. طيب هيدروكسيوريا از يوزد ان تشيلدرن ويز مالتيبل بين ايبيسودز، اللي هم يعني انا جربت معاهم الاستامينوفين والنون ستيرويدال ما جابش معاهم نتيجه، واذر سبورتيف ميجر مفيش، ندخل على الهيدروكسيوريا. دوز اوف هيدروكسيوريا ذا تيبيكال ستارتنج دوز هي 15 ل 20 مللي جرام بير كي جي بير داي، وبنبدا نزود كل 8 اسابيع. لو الطفل يعني البين كنترول ما وصلنالوش نبدا نزود كل 8 اسابيع بمعدل 2.5 ل 5 مللي جرام بير كي جي. تمام. if no toxicities occur up to a maximum of ايه؟ نزود لغايه 35 مللي جرام بير كي جي. تمام. الكلوز مونيتورنج كل اسبوعين تو مونيتور الهيماتولوجيك توكسيسيتي، زين بعد كده مانثلي يعني كل اسبوعين لو ما فيش اي هيماتولوجيك فايندنج ظهرت اللي بيحصل ان احنا نبدا نمونيتور كل شهر لغايه ما ايه كل شهر امتى؟ لما نوصل للثيرابيوتيك دوز من الهيدروكسيوريا. تاني مانيفستيشن بتحصل في السيكل سيل ديزيز البرايابيزم. البرايابيزم ده انفولنتري بينايل اريكشن بينفول، انفولنتري بينفول بينايل اريكشن لاستنج فور لونجر ذان 30 مينت. تمام. اكتر من 30 دقيقه. از ا كومن بروبلم في السيكل سيل ديزيز ذا بيرزيستنس اوف ا بينفول اريكشن بيوند سيفرال اورز
سجست برايابيزم، تمام؟ يورولوجيك كونسلتيشن مهم جدا، خصوصا لو طول عن 4 ساعات. برايابيزم بيحصل في تو باترن، ممكن يبقى ستاترنج باترن. يعني ايه ستاترنج؟ يعني انترميتنت سيلف ليميتد، مش هيحتاج حاجه، تمام؟ وبيجي كذا مره، سيفرال اتاكس. ممكن يبقى ريفراكتوري، وده ممكن يبقى برولونجد بيوند سيفرال اورز. ابروكسيميتلي 20% من البيشنتس بتوين من 5 ل 20 سنه مالهم ريبورت هافينج ات ليست وان ابيسود اوف برايابيزم، تمام؟ موست ابيسودز اوكير بتوين الوقت اللي بيحصل فيه البرايابيزم ما بين الساعه 3 الفجر للساعه 9 الصبح. ايه المين ايج اوف فيرست ابيسود؟ حوالي 12 سنه. غالبيه الاطفال اللي عندهم سيكل سيل ديزيز عند سن 12 سنه، حوالين السن ده بيدخلوا في ايه؟ في الفيرست ابيسود بتاعت البرايابيزم، تمام؟ طيب هنا معلومه المين نمبر اوف ابيسودز بير بيشنت 16 ويز امين ديوريشن اوف 2 اورز. ما علينا. ايه المانجمنت اوف برايابيزم بقى؟ مهمه جدا في الاكيوت تريتمنت، يعني اثناء النوبه نفسها، في سبورتيف تريتمنت سيت باز، يعني يقعد في زي دوره في ميه دافيه، ده بيقلل الاستريس وبيعمل ريلاكسيشن، وبنستخدم البين ميديكيشن، ده سبورتيف تريتمنت. انما لو البرايابيزم قعد اكتر من 4 ساعات لازم اعمل كونسلت اليورولوجي. هنا ليه بقى؟ عشان نعمل اسبيريشن اوف بلاد فروم الكربوره كافرنوزا فولود باي اريجيشن ويز دايليوتد ابينفرين. علشان ايه؟ عشان تو بروديوس ايميديت اند سستيند ديتيوميسنس، ان احنا نقلل الايه الاديما اللي موجوده. يبقى اليورولوجيك كونسلتيشن تو بيرفورم الايه ذيس بروسيجر. خلاص. ممكن سيمبل بلاد ترانسفيوجن او اكستشين ترانسفيوجن هاز بين بروبوزد تو او فور ذا اكيوت تريتمنت اوف برايابيزم. ممكن سيمبل بلاد ترانسفيوجن. احنا غالبيه الكومبليكيشن او المانيفستيشن بتاعت السيكل سيل ديزيز بيبقى برضو من ضمن العلاجات ان احنا ايه بلاد ترانسفيوجن. هاويفر اكستشين ترانسفيوجن ثيرابي از نوت افكتيف ان انهانسينج ديتيوميسنس. ففي الغالب هو سيمبل بلاد ترانسفيوجن مع الكونسلت مع السبورتيف تريتمنت في الحالات العاديه. انما لو كان سستيند وكان لاستنج اكتر من 4 ساعات، ده لازم البروسيجر اللي احنا قلنا عليها، ان احنا نعمل اسبيريشن للبلاد من الكربوره كافرنوزا، وبعد كده بنعمل اريجيشن ويز دايليوتد ابينفرين تو بروديوس ايه ايميديت اند سستيند ايه ديتيوميسنس. ايه البريفنشن بقى بتاع البرايابيزم؟ وجدوا ان الهيدروكسيوريا ابير تو هاف ا بروميس، وايتليفرين ده سيمباسوميميتيك امين وسبوس الفا 1 اند بيتا 1 ادرينرجيك افكت، appear to say to be saving safe and promising. يعني الحاجات دي not proved يعني، تمام؟ ده في البريفنشن. ده كان مين؟ ده كان المانجمنت، او كان الكلامنا عن الايه عن البرايبيزم. في الفيديو ده اخدنا 2 مانيفستيشن من سيكل سيل ديزيز، البين والايه والبرايبيزم. شكرا.